هكذا افترشت جدران فندق سميراميس وعلى امتداد مساحة أجمالية تبلغ 2000 متر مربع. جريدة المكتبة العملاقة أكبر مساحة ثقافية ومعلوماتية في سوريا والعالم، في سابقة إعلانية تحمل نمطاً مختلفاً من الدعاية. هي عبارة عن فكرة حضارية لاستثمار الوقت وحاولت إضافة إلى الاستفادة المادية من كمؤسسة عربية للإعلام، بالإضافة للجهة التي تقوم بعملية الاستثمار برد من جزء من تكاليف هذا الإنشاء وهذا الإشغال. وبالتالي المؤسسة العربية للإعلام تسعى دائما إلى تشجيع الأفكار الخلاقة والمبدعة من أجل أنه ننهض بالتطور الإعلاني في سوريا، وهناك أفكار كثيرة إن شاء الله نتمنى أن تصل إلى جميع الفعاليات الاقتصادية، ونشجع ونشجع المستثمرين اللي يجوني خارج سوريا بأن سوريا الآن ومنذ 6 سنوات ما زال يوجد فيها الأفكار المبدعة، الأفكار الخلاقة. نحن من قلب الأزمة أو الحرب اللي عم نتعرض لها بهالفكرة البسيطة، يلي هي فكرة فعلا بسيطة بس نتج عنا عمل عملاق مثل ما سميناها جريدة المكتب العملاقة، يلي عم تغطي فندق سميراميس وما عم تظهر الأعمال الترميم اللي عم تصير داخله، فبالتالي منعت المشاهد من يشوف، بدل ما يشوف شيء بشع عم يشوف شيء جميل، وبنفس الوقت عم تعطي المعلن وسيلة جديدة للإعلان مختلفة عن كل الوسائل الأخرى، لأنه عم تظهر له إعلانه بطريقة المقالة أو الخبر الصحفي من خلال الجريدة العملاقة. ساعة إطلاق الجريدة ازدحم الشارع بالحضور الذين في غالبهم استوقفهم مشهد الجريدة العملاقة، بالإضافة للإعلاميين الذين شاركوا بتغطية الحدث الفريد في بلدهم. على فكرة بشكل عام نحن دائما متهمين أنه نحن مهزومين إعلاميا، بالعكس، يعني الشام أول ما انتصرت وسوريا أول ما انتصرت هي غلبت الهجمة الإعلامية، فهي منتصرة يعني بشكل عام. لذلك أنا بشوف هذا اللي عم بيصير هلأ من فعاليات، بغض النظر عن أنه هي أكبر مساحة إعلانية في العالم تعرض على جدار فندقي أو جدار بناء سكني، هي رسالة إعلامية ورسالة إعلانية أيضا لكل العالم أنه الشام الجريحة بدها تقوم، الشام بدها تنهض، أنه أبناء الشام مصرين يخلقوا من العدم فعالية. سمعنا بهيك خبر فأنا جبت عائلتي وحبيت أنزل ورجيهم ورجي حتى الأطفال عندي وولادي أنه نحن مو مثل ما عم يحكوا عنا بلد مدمرة، بالعكس نحن جينا نورجيهم أنه نحن عم نوقف على رجلنا من أول وجديد. دمشق بلد الحضارة وبلد الثقافة ورح تضل. مبدئيا وقت بدي اشوف انه بهالجريده بهالحجم هذا بدي انصدم شوي، بدي اوقف، بدي اتامل، بدي اشوف شو القيمه المضافه منها. وعباره اكبر او اصغر ما بتعود مهمه بقدر ما هالقيمه المضافه اللي بتقدمها هالجريده للمار هون، للتاجر السوري، لاصحاب الفعاليات، للناس اللي مهتمين بزيادة استثماراتهم وفتح مجالات أكبر للتسويق. نادرين فيه من أول قريتي بالفيسبوك والواتساب، فكرة كتير ممتازة وناجحة، يعني راحة كتير حلو، هاي خطوة كتير رائعة لبلدنا ولدمشق عاصمة الثقافة والحضارة. شيء مبشر، شيء بعيد الفرح والسرور لقلوبنا كسوريين. أنا كتير يعني مبسوط ومسرور، رغم أني يعني ما بعرف تفاصيل الصحافة وشو اللي صار، ولكن عم شوف جريدة ورائعة وكبيرة وعم حس انه في شيء كأنه يعني بداية النهاية لأزمتنا. عم نحس انه يعني عم يفرفح قلبنا انه يعني لحنا مسرورين، لحنا الشيء اللي عم يحصل بسوريا الآن هو بداية النصر، بداية عودة الأمن والأمان. مساحة إعلانية مبتكرة ومتبدلة كل 3 أشهر بمضمون يحمل طابعا تثقيفيا ومساحة مغرية للإعلان والتسويق، ربما تكتب اسم سوريا من جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إضافة إلى أنها ستغير مفهوم الإعلان في سوريا. هي ليست مجرد جريدة عملاقة تتوسط العاصمة السورية دمشق، وإنما هي رسالة وجهها السوريون اليوم أنهم رغم ظروف الحرب على بلدهم ما زالوا قادرين على ابتكار الأفكار وتحقيقها. من دمشق للأخبارية السورية سلمى عودة.